تنساوش دائما تواصلوا معايا في انستغرام جسمي بخير توجور و زيدي. السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا مشكل اللي كيتواصلوا معايا فيه بزاف الناس اللي هو مشكل ديال لاكتيفاسيون ديال الواي فاي. على هذا المشكل هذا حيت ما كيتعرفوش يتبعوا لي زيتاب اللي كنت كندير في لي فيديو الاخرين. اذا هذا المشكل هذا ديال الواي فاي اللي هو كيف ما كتشوفوا هذا الرمز اللي عندي هنايا انا هنا ديال الواي فاي فعنده بزاف ديال الحلول. دونك الحل الاول اللي غادي نمشيو بعدا للجيستيونير دو بيريفيري. اذا غادي نمشيو لديماري ديماري غادي نكليكيو على بالدروا على السوري في اورديناتور وغادي نفتحو بروبريتي. هنا خاصني نعرف لي بيلوت اللي هما عندي انستالي. غادي نمشيو لجيستيونير دو بيريفيري نكليكيو عليها. لاحظوا هنا غادي نجي لابارتي اللي خاصه بلاكارت ريزو حيت انا خاصني نشوف مشكل عندي في الريزو في الواي فاي. اذا كنجي لهنا شنو كنلقى؟ خاصني نلقى واحد لومو او واحد السميه فيها واي فاي او فيها وايرلس باللونجلي. الا جيت لهنا كنلقاها كاينه ولكن شنو عندها؟ عندها واحد الفلاش لتحت. انا ديجا عندي مانستالي، ركزوا على هذه الكلمه، ديجا انا عندي مانستالي، انا ديزاكتيفيتو فقط باش نحصل على هذا الخطا اللي عندي هنا ونوريه لكم. الحاله الاولى يقدر يكون عندكم انستالي ولكن خصكم غير تجيو هنا وديروا له شنو؟ ديروا له اكتيفي. لا درت له اكتيفي هو غادي يخدم نورمال. لاحظوا الواي فاي دابا غادي تاكتيفا، سي بون ها هو تاكتيفا هذه الواي فاي ديالي. ارانا في الحاله الا ما كانش هذا البيلوت هنا، هذا البيلوت لا ما كانش، شنو هو البيلوت؟ البيلوت هو اللي كيربط ما بين الماتريال لا كارت ريزو ديالي ديال البي سي ديالي سوا فيكس ولا بورتابل او سيستم. يعني سيستم انا اللي عندي سيستم ويندوز 7 64 بيت هو لا ليزون بيناتهم. الى شنو خصني؟ خصني غير نانستالي واحد البيلوت اللي كيكون مناسب لا مارك ديال البي سي ديالي. اذا غادي نسد هذا الشيء هذا ونجي لهنا. غادي نجي لهنا غادي نمشي غادي نكتب اس ايغريك اس. انا الا ما كنتش كنعرف البي سي ديالي اش من فابريكون يعني اش من ماركه والموديل ديالو، مثلا كيكون ديل فوسترو 1540 شي حاجه ام اس اي سي ار 06 بحال هكا. الا ما كنتش كنعرف نجي للسيستم نكتب هنا اس ايغريك اس وغادي نمشي للانفورماسيون سيستم ونكليك عليها. هنا كيبان لي الفابريكون ها هو عندي ديل ياك فابريكون ديالي ديل والموديل هو فوسترو 1540. اذا غادي نجي ندير سيدي هنا ديل والموديل ديالي هو فوسترو 1540. هنا مزيان نسد هذا الشيء هذا. فاش تيليشارجي بيلوت خصني نعرف البيلوت يكون كومباتيبل مع السيستم ديالي واش 32 بيت او 64 بيت. اذا باش نعرف اش من نوع ديال السيستم عندي غادي نمشي ندير هنا اس ايغريك اس. غادي نمشي للسيستم ها هي هنا ونكليك عليها. انا هنا عندي سيستم ديكسبلواتاسيون 64 بيت. اذا غادي نجي ونكتب هنا باش نبقى عاقل عليها 64 بيت. هادشي باش نسهل عليكم نتوما. دونك فاش ساديت هنا كيبقى لي الطريقه باش نتيليشارجي. الا قلت لك تيليشارجي من بي سي ديالك يعني دخل نافيغاتور او تيليشارجي واحد لوتيل اللي هي صغيره بسيطه كتساعدك باش هذيك لي بيلوت ديالك تلقاهم، غتقول لي انت شنو كتقول؟ راه حنا ما عندناش اصلا الكونيكسيون في البي سي ديالنا. غادي نقول لك الا كانت عندك، كاين جوج الحالات، الا كانت عندك لا كونيكسيون يعني ماشي بالواي فاي ولكن عندك الكابل مخشي ديال الريجو ديال الريزو، كابل ديال الريزو مخشي عندك في البي سي ديالك، يعني عندك الانترنت ولكن ماشي الواي فاي ولكن خصك تصاوب بيلوت الواي فاي. اذا في هذه الحاله عندك الكونيكسيون في البي سي. اذا غادي تيليشارجي واحد لوتيل اللي غادي تعاونك تلقى لي بيلوت ديالك او مبرونشي مثلا شي موديم لي موديم اللي راه معروفين اللي كيكونوا مبرونشي شي موديم وهو اللي يعطيك الانترنت ولكن هذاك راه ماشي واي فاي وانت باغي تخدم الواي فاي في البي سي ديالك. في هذه الحالات هادو يمكن لك تدخل لواحد الموقع اللي هو غادي نوريه لكم دابا اللي هو اذا نجي نجيو هنا نديرو تو لي درايفر ها هو كليك على هاد الريزلت هادي او تكتبو نتوما داكشي كامل. لو سيت ها هو اللي كيبان لي اول سيت كيبان لي غادي ندخل له. اذا فاش كندخل لهاد السيت هذا كنمشي كنلقى واحد لوتيل هنا هي ديتكسيون اوتوماتيك مي درايفر كنكليك عليها كيديني واحد لاباج هذا اعلان كنسدوه.
غادي يديني ها هو واحد البلاصه في الموقع، ها هي midriver.exe 304.exe، غادي نكليكي عليها. فيرسيون ديال 2016، لاحظوا من 2016 وباقي خدام لدابا. فلاحظوا هنا كتليشارجي هذه واحد اللعيبه، واحد لوجيسيال صغير غادي نفتحو. هذه في الحاله الاولى، عقلوا في الحاله الاولى، الا كان عندك الويفي، الا كان عندك شي كونيكسيون في بي سي من غير الويفي. كنجي هنا وشنو كندير، كنكليكي بالدروا وكندير اكزيكيتي اون طونك ادمنستراتور، كنكليكي على وي وكنخليه. شنو كيدير دابا؟ لاحظوا هذا البروسيسوس هذه كديمارا دابا، كيقلب لي على لي بيلوت اللي عندي ناقصين في البي سي ديالي، وكيديني المحول لواحد الموقع وكيقول لي بانه ها هما لي بيلوت باش تانستاليهم ديال البي سي ديالك. لاحظوا بوحدو غادي يديني لواحد الموقع، راه سالا داك لوبيراسيون راه هي دازت قدامكم. لاحظوا داني لهاد الفونتر هادي، شنو كيعطيني هنا؟ كيعطيني البي سي، لا مارك ديالو، شمن سيستم انستالي، لي كونفيغوراسيون كامله ديال لا ماشين ديالي. وكيجي لهنا وكيجي البارتي ديال لي بيلوت. واخا سيدي كيقول لي بانه لي بيلوت اللي ما عندك ما انستاليينش، راه غادي نديروهم لك بالصفر باش تانستاليهم. صافي، اذا هذا عطاني كونترولور بي سي اي دو سامبلي دو سامبليفي، انا ما عنديش انستالي. اذا باش انستالي كنكليك على هذا الفلاش. لاحظوا غادي يعاونكم وغادي يعطيكم كاع لي بيلوت. مثلا ما كانش عندكم الصوت خدام، لا كارت جرافيك، لا فيشاج ديال بي سي كتبان كيبان بحال اللي محشر، بحال اللي ماشي مزيان. البيلوت ديال الويفي الا ما كانش كيبينوا كلشي. اذا البيلوت الويفي شنو هو؟ ها هو هنايا ديل وايرلس. هاد الكلمه هذه هي النيت اللي عندي مكتوبه انا فاش طلعت جيستيونير دو بيريفيري قبيلاتي. اذا غادي الا ما كانش عندك، كان عندكم نتوما هذا بالصفر، غادي تكليكيو على الفلاش هنا وتليشارجيه. انا مانتليشارجيه يعني بلا ما نتليشارجيه وعندي مانستالي. لاحظوا عندي هنايا درايفر ديسپونيبل. اذا حتى لهنا مزيان. اي بيلوت ما عندكمش، مثلا الا كان عندكم بيلوت ديال الاوديو رايت ليك بي سي اي، هذا بالنسبه للكابل اللي ما كيخدملوش الكابل ديال الريزو. اليو اس بي الا ما كانتش كتقرا ولا شي حاجه. مهم ديال الاوديو ها هو بيريفيريك هاي ديفينيسيون اوديو، فهو لكن انا عندي مانستالي، الا ما كانش غادي يعطيني انستاليه من هنا. هذه الحاله الاولى اذا كان عندكم الانترنت. بالنسبه للكات الثانيه، لو كات الثانيه نتوما ما عندكمش الانترنت بي سي، ما عندكم كيف ديروا تكونيكطاو منه. اذا غادي تمشيو للتليفون ديالكم، للتليفون ديالكم، وغادي نجبدوا هذا الماركو الموديل اللي قيدنا هنا. فغادي نخدم جوجل من التليفون ديالي، غادي نمشي نطابي ديريكتومون، نطابي جوجل هنا وغادي نكتب ها هو عندي في ليستوري. كان عندي تيليشارجي بيلوت وي في ديل فوسترو 1540. سا ديبو على لا مارك ديالكم، ما تكتبوش ديل فوسترو 1540، كتبوا الموديل والفابريكون اللي لقيتو نتوما. كتب بريكارجي ابخي، غادي من الاحسن ندخل الموقع اللي كيكون فيه السميه ديالو، كيكون فيه الفابريكون، يعني عندي الماركه ديال ديل، ندخل الموقع ديال ديل هو الاول نبدا به. بطبيعة الحال غادي يكون 100% غادي يخدم لي. اذا هذا هو لامارك ديال البي سي ديالي. هذا مثال ديال الموقع اللي نقدر ندخل له، نتوما تقدروا ما تلقاوش هذا الموقع هذا على حسب الماركه اللي عندكم ديال البي سي. الكاتيجوري غادي نختار البيوس، دونك غادي نختار هنا. دائما نركز على السيستم ديالي، عندي 64 بيت نكوشي ويندوز 7 64 بيت. كان عندكم ويندوز 8 ويندوز 10 كتشوفوا واش 32 بيت او 64 بيت نتوما غاديين. اذا غادي نجي هنا بالنسبه لهاد البيلوت ديال الويفي، انا عندي فيه شي 66 شي 25 ميجا يمكن بزاف. غادي نطيليشارج غير هذا كوم اكزومبل، هاد الاولاني هنا، هذا ديال ابليكاسيون هنا برك على تيليشارجي، ونكليكي تيليشارجي ونشوف لي ديتاي ديال تيليشارجمون واش كمل ولا باقي. لاحظوا هنا باقي كيتيليشارجي. هنا فاش كمل انا الخدمه ديالي سالت في التليفون. دابا غادي نمشي للبي سي، دابا غادي نمشي للبي سي. فبعد ملي تيليشارج لي من التليفون غادي ندخل للسي هنا، ندخل للسي وغادي ندخل التليفون ديالي. انا عندي 40 ميموار انترن، وغادي نقلب هنا على داونلود دي، ها هو الدوسي ديال داونلود. فغادي نلقى هنا لو بيلو ديالي، غادي ندير تريي باغ او بيان روغروبي باغ موديفيو لو، يعني كنرتبهم بلا دات. اذا ها هو هذا
البيلوت اللي تيليشارجي عليه غادي ندير له كوبي وندير له هنا كولي. اذا هو هذا البيلوت ديالي فغادي ندير له كليك عليه بالدروا اكزيكوتي اون طونك ادمنستراتور. لي بيلوت كاين بزاف ديال الانواع, كاين اللي غتلقاو مثلا دوسي كومبريسي بحال هذا, دوسي كومبريسي بحال هذا ياك. فاش غادي ديكومبريسي مثلا ندير له كوبي ندير له كولي ندير له اكزيكوتي او بيان اوفرير. الا كان بحال هذا شنو كندير له؟ ندير له اوفرير افيك وينرار. الا جي غادي نجي ندير هنا غادي نجي ندير هنا اكستراير دي فيشي وندير اوكي. لاحظوا هنا ها هو اكسترا لي هنايا في هذا الدوسي, نكليك عليه دو فوا ونورمالمون دائما في هذا النوع هذا كنمشي للبوان اكزي. هذا هو البوان اكزي, هي هذه شنو سميتها هنا ابليكاسيون. اذا هذا هو الاكزي ديالها. اذا غادي نكليك عليه بالدروا ندير له اكزيكوتي اون طونكو ادمنستراتور ونتبع لي زيتاب سويفون سويفون اوكي سويفون حتى الاخر. اذا كان بحال هذا الشكل هذا وبزاف ديال لي بيلوت بحال هذا الشكل هذا شنو كندير؟ كنكليكي بالدروا عليهم ياك وكندير كندير اكزيكوتي اون طونكو ادمنستراتور كندير وي. عقلوا على الرقم ديالو هذا شحال, الرقم ديالو هو اخ 302 389. اوكي يس. شنو دار دابا؟ اما في هذه الحاله هذه اما كيتلونسا ديريكتومون كيبدا يتانستالا او خصني نمشي لواحد نمشي للسي نمشي للسي دو كليكي دو فوا هنا ونمشي لدال دال او على حسب البي سي ديالك ديالكم الاكسترا لكم هنا السميه ديالو درايفر وكنلقاه هنايا ها هو هو هذا صافي. نكليك عليه بالدروا نكليكي بالدروا على السيتاب سيتاب وندير له اكزيكوتي اون طونكو ادمنستراتور غادي يطلع لي بحال هاد ليطاب هادي اللي انا فيها هنايا. سي بون دونك هادي هي المراحل ديال الجوج ديال لي تيب ديال لي بيلوت. دائما بيلوت كان اكستريم كيكون مضغوط كنفكو له الضغط ونكزيكوتيو ما نساوش نكزيكوتيو اون طونكو ادمنستراتور وما نساوش ناكتيفيو الواي فاي من الكلافيي. راه كيكون انستالي ولكن الواي فاي ديالنا ما انستاليش ما اكتيفيش من الكلافيي باردون. باش اكتيفيهم الكلافيي كنمشيو لاف ان كنبركو عليها وكنقلبو على واحد الرمز ديال الواي فاي الفوق وكنبركو على اف ام بقاو باركين عليها وكنبركو على داك الرمز البوطون اللي فيه داك الرمز. او في الجناب ديال البي سي او الفوق ديال البي سي كيكون واحد النقشه اوف اون او واحد البوطون كنكليكيو عليه وكنأكتيفيو الواي فاي ديالنا. دونك هادشي اللي كاين متنساوش دائما تواصلوا معايا في الانستغرام جو سوي بري توجور توجور بو فو زيدي. كنتواصل مع الاخوان اللي كيسولوني كاملين الحمد لله وكنلقاو لي سوليسيون ا ديستانس. اذا ما تنساوش تواصلوا معايا في الانستغرام هادشي اللي كاين. اي السلام عليكم.